السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتكم قناة جهاز عرسنا باي سمية. انا اختكم سمية، نرحب كامل المشتركين اللي موجودين في القناة، ولكم شكرا على الدعم تاعكم، وشكرا اللي راكم مشتركين، وان شاء الله تستفادوا من هذه القناة اللي هي راهي موجهة لكم. وايضا مرحبا بكامل الزوار اللي زاروا قناتي. اذا عجبكم محتوى القناة ندير لكم الاشتراك وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بجديد الفيديوهات. اليوم جاتكم بفيديو جديد، فيديو انا شفاه مهم، اللي هو خاص بالليدغا وليدغاوس. صراحة ليدغا وليدغاوس هما اهم حاجة في الجهاز العروسة، لانه هادو الاشياء نستعملوهم بزاف، ومدى بينا كل يومين ثلاث ايام نبدلوا الغطاء تاعنا وليدغاوس والمخايد وكامل. مدى بينا العروسة، اي عروسة تدي منهم على قد ما قدرت، لانه راح تستعملهم بزاف وما راحش تندم عليهم. انا ديت اربع انواع، راح نوريها لكم مع طريقه الطي وكيفاش نزينهم. اذا اول حاجه قبل ما نبدا نوري لكم نوع اللي عندي، راح نوري لكم طريقه تزيينهم. اول حاجه عندي هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، في هذا الشكل فيه زوج مخايط ومسند ودغا ودغاوس، طبقتهم على حساب المخدة، وخليت مخدة واحدة ودخلتهم فيها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، وربطتها بالحاشية. هذه الطريقة بزاف بزاف عملية، لأنه كل حاجة اللي خاصة بالدرا راهي موجودة مع بعضها ومغلفة كما راكم تشوفوا. خاصة يعني كي تبغي تبدلي المطرح تاعك تاع الناموسية تاعك، ولا يعني تجبدي الدرا كما راهو وتفرشيه يعني عادي. يعني هذه الطريقة عملية وما تاخدش منك وقت، وكل شيء اللي خاص بالدرا راهو ملموم في حاجة واحدة. هذه الطريقة. والطريقة الثانية هي انك هي انك تطبقيهم بهذا الشكل، وتحطي وحدة فوق وحدة وتغطيهم بالحاشية كما تقدري تحطيهم في بواط تكون كبيرة. ايضا طريقة طي الليدغا تاعك مادا بيك يكونوا بطريقة تكون عملية، وايضا يعني لي ما تنسحلش معاك. شوفوا يعني مثلا انا مطبقة هذه المخدة بنفس الطريقة اللي شفتوها معايا في طي المناشف ولا السرابت، طريقة جد عملية اللي تجي على شكل جيب كما راكم تشوفوا. يعني شوفوا ما راحش نتحل معاكم المخدة تاعكم، راح نحط لكم الرابط كيفية طي المناشف، ادو منهم الطريقة وطويو بهم الليدغا تاعكم. اول نوع من الليدغا اللي موجود عندي هذا اللي جاي في الشكل الوردي وجاي مورد افلوغ كما راكم تشوفوا، خدمته في الدار. هذا هو شكل مخدة، درتو شكل كبير باش درت زوج كبار زوج صغار باش نزين بهم يعني الغرفة تاعي كما راكم تشوفوا. جايمنا على شكل وردة، وهنايا على شكل شجرة. يعني هاد الكتان اللي يدير فاميل يعني كتان شباب، ويعني تغسلي وتعاودي وما غاديش يحول معاك. نوع اللي غالي عندي درتهم كامل ثبت، يعني ما بغيتش ندير فيهم كاش حاجة ولا. وهذا شكل مخدة الزوجة اللي جاية بكتان مغاير كما راكم تشوفوا. درت لهم من هنايا خيطهم بهذا الشكل باش يبقى لي على شكل حاشية، ومنه خدمتهم على شكل جيب كما راكم تشوفوا. ما بغيتش ندير لهم لا سانتور. اما هادو انا درت لهم هنايا لا سانتور كما راكم تشوفوا. وهذا المسند شوفوا ايضا طويته بنفس الشكل تاع الجيب.
المسند درته كبير، يعني درته تقريبا 90 سنتيم يعني في العرض، ودرته طويل. يعني هو ايضا ثاني جاي سامبل من الجوانب، وهذا ضاع ثاني درته ايضا سامبل، يعني كبير ما نقدرش نحله كامل معكم. وهذا الدراووس يعني هو صعيب باش انك تطويه. اذا بغيتوا الطريقه راح نحطها لكم، ولا نحط لكم رابط الفيديو اللي شفت منه كيفاش طويت الدراووس تاعي. اما النوع الثاني ملي غادرته كامل سامبل ودرته بكتان واحد، درته في البيج ولا في البلون كاسي، هو بيج لكن مع الضوء تاع الكاميرا ماشي يبان لكم. هذا الموديل كنت شفته في واحد الحانوت يعني، وقال لي نخدمه في الدار، ولهذا بغيت انا نخدمه في الدار وحدي. يعني هو اللي بياه قال لي ماشي مشري، يعني خادمينه في الدار وجاي به هو يبيعه 450، لكن كي تخدمه وحدك راح يجيك بزاف موانشيغ. هذه هي المخدة، قلت له فقط زوج مخايد، درتها مفتوحة منا ومنا، ما بغيتش نديرهم كامل بنفس الستيل ولا كامل بلا فانتور. ودرت لهم هذه الحاشية هنايا بهذا الشكل على الجوانب كما راكم تشوفوا. وهذه ادغا جايه كامل كبيره، يعني تغطي لك كاع المطرح تاعك، جايه على شكل كوفولي. ايضا درت ليها هذا الدونتيل، لصقته فقط عند الجهه اللي جايه من الفوق كما راكم تشوفوا، درته كامل صاير داير بهذا الشكل. وهذا الدغاوس تاعو ثاني جاي كبير وجاي وافي. والان نشوفوا هذا النوع كنت شريته ما عند وحده، دومونديته ما عند وحده في الفيسبوك، ما خدمتوش في الدار صراحه. خدمتهم لي شابين بزاف، و 150 يعني فيه دا ودغاوس ومسند وزوج مخايط ودغال كبيره، فيه 4 بياس. كيما تبغي ما ديريش المسند، تبغي دير لك زوج مخايط صغار وزوج مخايط كبار. هذا خدمته به بالدرا والدغاوس والمسند، دخلت فيه دو كولور، هذا لا كولور اللي فيها الغوج والنوار. دوك نوريكم كيفاش ستوكاته وجابته لي. جابتهم لي في هادو العلب ولا هادو لي ساشي، يعني تحسي انهم يعني شريتيهم من الحانوت. هذا درت له دغاوس تاعه، درتو في الغوج راح يجيكم بزاف شباب. وهذا لودغا صراحه الدرا شويه جاني صغير، يعني ماشي وافي ماشي كبير بزاف. اذا بغيتو يعني نحط لكم الفيسبوك تاعها اللي ساكنين في مسغاليم، اذا شريتي ليها زوج راح تحسبهم لك 150، اذا شريتي ليها واحد تحسبه لك 180. شوفوا كبيرة أو وافية، وفيها هنايا على شكل جيب. وهذه المخدة ثاني سامبل، وخياطتها شابة ومتقونة. أما هذا النوع الثاني درت له دغا ودغا وساع، ودرت له ودرتهم له في البلون، لانه راح تحقي البلون بزاف بزاف بزاف، خاصه كي تكوني عروسه جديده. نحاول نفتحه معكم، شوفوا كيفاش طويته. هو نفس الشكل كيما الشكل الاول، هذا الشكل الغوج فقط. راح نوريكم يعني المسند والدراوس جايين في البلون كما راكم تشوفوا. عندي كوفولي جاي في البلون، حبيت نفرشه معاه لانه البلون راح تسحقيه.
هذا هو المسند، عفوا الدغاوش، وهذا المسند، هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبوكم واستفدتوا. على الاقل العروسه تدي من لي دغا ربعه يعني يكفوها، يعني تبدل ما بيناتهم، خاصه في الصيف ما تقدريش حطي كولغولي ولا، فقط ادرى على المطرح تاعك وراكي يعني زينتي الغرفه تاعك. ومنها ايضا لي دغا نسحقوهم بالبزاف. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ونال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلونيش بجيم واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الفيديوهات، والى الملتقى ان شاء الله.